نمضي إلى صحيفة الانتباه ومنها نطالع زاوية الجرايم دق مع الكاتب والصحفي محمد عبد الماجد. جاءت اليوم تحت عنوان عنف مفرط ده ولا مش عنف مفرط. استهل محمد عبد الماجد هذه الزاوية ويقول أكدت الشرطة أنها لم ولن تستخدم أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن في أحداث الخميس، وأشارت إلى أنه صدرت توجيهات واضحة وصريحة بذلك وتم الالتزام بها بشكل صارم في الوقت الذي تتحدث فيه الشرطة عن استخدام القدر المناسب من القوة مع المتظاهرين. أكد بيان مجلس الوزراء الاستعمال المفرط للعنف في أحداث الخميس حسب تصريحات الناطق الرسمي لمجلس الوزراء. قال رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بنفسه في بيانه أمس وخطابه عن الأحداث رفضهم للعنف المفرط الذي تم استخدامه في تفريق المواكب. وزارة الصحة أيضا أدانت كل أشكال العنف التي صاحبت الموكب. استمر محمد وهو يقول نقابة المحامين السودانيين في بيانها عن الأحداث قالت مارست الأجهزة النظامية انتهاكا فادحا بمواجهة الثوار في مواكبهم السلمية مستخدمة الذخيرة الحية وقنابل الغاز والهراوات والعصي في تفريق جميع المواطنين أثناء ممارستهم لحقهم المكفول بموجب وثيقة الاتفاق السياسي. استرسل محمد عبد الماجد وهو يقول لجنة الأطباء أكدت إصابة عدد كبير من المشاركين في موكب رد الجميل نتاج استعمال العنف المفرط. ختم محمد عبد الماجد الزاوية وهو يقول ومن بعد هذا ألا يحق لنا أن نسأل إن كان ذلك عنفا مفرطا أم لا؟ فمتى تحسن السلطات السودانية والجهات المسؤولة التعامل مع الشعب بشفافية وصراحة؟ حقيقة ما ذكره محمد عبد الماجد هو حقيقي، فعلا استخدمت الشرطة العنف المفرط وتضرر الكثير من المواطنين في الكثير من الأماكن في شوارع الخرطوم وغيرها.